السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون جميعا بخير. اليوم راح نبدي بالمحاضرة العاشرة والأخيرة، وراح ننتهي بهذه المادة إن شاء الله بالمحاضرة الأخيرة هذه اللي هي المحاضرة العاشرة إن شاء الله. طبعا إحنا كنا عرفنا وكلنا تعرفنا على هذه المادة بتفاصيلها. عرفنا أنه Data Acquisition System هو عبارة عن مراحل. راح نسوي ريفيو سريع على المادة كلها اللي أخذناها خلال هذا الكورس حتى نقدر نوصل للمرحلة الأخيرة اللي راح نتكلم عنها اليوم إن شاء الله. طبعا إحنا مرينا بعدة مراحل بالداتا أكوزيشن سيستم. عرفنا أنه هذا السيستم يحاول يستشعر جميع الانالوج سيجنالز الموجودة بالجو بالراديو فريكونسيز اللي تكون على شكل حرارة، برودة، صوت، ضغط، رياح وغيرها من الأمور، كلها عبارة عن تحتاج إلى مستشعرات أو سنسرز. دخلت هذه الداتا عن طريق السنسرز وتم استشعار هذه المعلومات، أوكي، أو هذه الداتا، وتم عمل تجذيب ومعالجة لها عن طريق مرحلة الامبليفيكيشن اللي تأتي بعد الاستشعار حتى احنا نهيئ الداتا والانفورميشن مالتنا انه تدخل بعملية التحويل من الانالوج سيجنال انتو ديجيتال سيجنال كونفرجن. اذا راح يصير عندي عملية تحويل، وهذه هي الخطوة الرئيسية بهذا السيستم، بهذا النظام وبهذه المادة. فاحنا كان جوهر المادة مالتنا شلون نتعلم هذه تحويل الداتا مالتنا من الانالوج سيجنال انتو ديجيتال سيجنال. عرفنا ايضا انه هذه عملية التحويل هذه او الconversion process هذه اصلا تعتمد على ثلاث مراحل رئيسية، واخذناها بتفاصيلها وبمشاكلها اللي هي sampling والكوانتايزيشن والكودينج. هذه الثلاث مراحل طلعت لنا بيها مشاكل مثل الالايزنج، حلينا هذا الموضوع اللي يحدث لي ما بين عملية السامبلينج والكوانتايزيشن، دي يصير عندي الايزنج للسيجنال. حلينا موضوع الالايزنج عن طريق هواية حلول رياضية حليناها سوا ومسائل. ايضا الكوانتايزيشن عرفنا انه الكوانتايزيشن هو اللي راح يعطي القيمة للسامبلات اللي تم تقطيعها من السيجنال الأساسية وتحويلها إلى ديجيتايز سيجنال عن طريق أنه هذه القيم بالكوانتايزيشن اللي ظهرت تم تحويلها من ديسيمال فاليوز into what into digits values، أوكي، حتى تتحول عندي إلى ديجيتال سيجنال تحتوي على عدة قيم. بعد ما حولت الى digital values وعرفت هذه الديجيتس والقيم اللي نجت عن طريق عملية التحويل، صار عندي العملية الاخيرة بالنسبة لهذه المادة. طبعا العمليات هي متواصلة، اوكي، لكن بالنسبة لهذه المادة احنا راح نعتمد على شنو؟ راح نوصل للمرحلة الاخيرة اللي هي تعتبر مرحلة وسطية، لكن مرحلة أخيرة بهذه المادة اللي هي شنو؟ إنه أنا شلون أحافظ على هذه الديجيت فاليوز وأخليها بالكمبيوتر، أدخل هذه المعلومات بالكمبيوتر حتى تكون من السهولة التعامل معها من خلال اليوزر، حتى يقدر اليوزر يتعامل مع هذه السيجنالز اللي كان أساسها شنو؟ كان أساسها إنه هي فري، موجودة بالفري سبيس بالهواء، يعني ما احنا يعني ما عندنا كانت عليها اي سيطرة، وبعد ما حولناها بدا اليوزر يقدر يسيطر عليها عن طريق انه احنا حولناها للغة ممكن الكمبيوتر يتعامل معاها. فش حولناها؟ عن طريق الكودينج حولناها الى باينري. هذا الباينري كلكم تعرفون انه هو عبارة عن 0-1، لغة المشين، لغة الحاسب الآلي، لغة الكمبيوتر، لغة أي مايكرو كنترولر، أي مايكرو بروسيسر، أوكي؟ فمن راح تتحول لهذه اللغة راح يتم التعامل معها وخزنها بهذا الكمبيوتر حتى يقدر اليوزر يستخدمها ويتعامل معها أيضا. بعد عملية الكمبيوتر راح تجيني عملية إعادة تحويل
اللي هي من الديجيتال للانالوج نرجعها أساسية على أساسها زين، ومثلا نرسلها للطرف الآخر يعني هذا for example. لكن احنا محاضرتنا اليوم قلنا ان هي حتكون للمرحلة الأخيرة اللي راح نتكلم بها عن الكمبيوتر، الكمبيوتر اللي راح يجي يخزن هذه الداتا بالـ Data Acquisition System. هذه المقدمة هي يعني تفصيل عن الكلام بهذا السلايد وعن الكلام بهذا الرسم اللي احنا سبق ودخلنا عليه بالمحاضرة السابقة، شفناه تكلمنا عنه وبينت لكم انه هذا الرسم شلون دا يبين لكم كل المراحل. احنا بهذه المادة مرينا على المرحلة الأولى الاستشعار عن طريق السنسرز، أيضا مرينا على الكونديشنرز بشكل بسيط جدا وسطحي، أيضا عرفنا شون التحويل اللي هو قلنا عليه عبارة عن sampling, quantization وشنو وquantization وآخر شيء اللي هو الكودينج، أوكي اللي هي ثلاث عمليات حتى أنا أحول من analog to digital. آخر شيء راح يصير راح تتخزن هذه الديجيت فاليوز كلها وين؟ بالكمبيوتر. محاضرتنا وين صايرة بهذا الرسم كله اليوم؟ هنا راح تكون محاضرتنا بالكمبيوتر، وهي هاي راح تكون المحاضرة الأخيرة. لكن أكو عالم آخر ويعني شغل آخر اللي هو شلون أني أحول الإشارة مالتي من ديجيتال إلى أنالوج، أرجعها إلى إشارة ممكن ترسل عن طريق الشانل، عن طريق الجو، عن طريق الواي فاي وغيرها، أوكي؟ لكن إحنا بهذه المادة نقتصر إلى هذا الحد. زين، راح نيجي نكمل بالكمبيوتر. Computerized Data Acquisition System، شون أني أستخدم هذه الداتا وأحافظ عليها وأدخلها بالكمبيوتر. الداتا اكوزيشن سيستم از ا كولكشن اوف اد اون هاردوير اند سوفتوير كومبوننتس. كلمه اد اون جدا مهمه. الاد اون يعني شو ينطيكم؟ ينطيكم اعاز ل او بما معنى الوظائف الاضافيه. الوظائف الاضافيه يعني انه انت دائما تقدر تضيف عليه وظائف، تضيف عليه برامج، تضيف عليه components، يعني ممكن أن تضيف عليه software كprograms or any code، أوكي؟ أو تقدر تضيف عليه hardware components، إنه أنت تضيف Raspberry Pi، أنت تضيف Arduino، أنت تضيف سنسرات، أنت تضيف LEDات، أنت تضيف powers، أنت كلش هواية أمور ممكن إنه أنت تضيفها كhardware، وكلش هواية كودات ممكن أنت تضيفها كسوفتوير كودات أو يعني any application. زين، كلمة add on يعني أنا عاجبني أذكركم بيها، يجوز مرة عليكم بالماتلاب. هذا الماتلاب اللي قدامكم اللي دا تشوفوه، هذا الماتلاب أكو بخاصية add on. يعني شنو معناه؟ معناه هنا بهذا البرنامج هو هذه فقط للفائدة لكم، هو مثلاً أنا ودا أشتغل بالكود مالتي احتاجيت إلى كود إضافي. ليش؟ لأنه أنا الكود هو عبارة عن عدة operations أو عدة عمليات تحدث عن طريق أنه أنا أكتب كود معين حتى تصير هذه العمليات. زين، هذا الكود ما يقتصر على عملية واحدة، يجوز العملية الرئيسية تحتاج إلى عمليات فرعية، اوكي combination of process، اوكي تحتاج الى مزيج من العمليات حتى تعطيني النتيجة النهائية. زين، وانا قاعدة اشتغل احتاج هاي العملية الفرعية، وهاي العملية الفرعية موجودة ككود جاهز بالانترنت مثلا. منين اقدر اجيبه؟ من الجيت اد اونز. طبعا الجيت اد اونز اكيد انه انتم لازم مسوين الاكاونت مالتكم ومدخليه بالماتلاب، مباشرة راح يربطكم وين؟ راح يربطكم بالإنترنت. من يربطكم بالإنترنت يعني بما معناها يربط لكم كل الكودز اللي موجودة بالنت اللي ممكن تفيدكم. شوفوا راح يبين لكم إنه أنتم وين تريدون هذا الكود، بأي تخصص بالضبط، بالرادار تشتغلون، بالهوائيات وهاي الأمور،
لو تشتغلون بالساتلايت كوميونيكيشن، لو بالرينفورسمنت، لو وين تشتغلون الفيجن كمبيوتر فيجن توبر، هواية هواية من الاختصاصات يبين لكم وين انتو تريدون تشتغلون على اساسه تبدون تدورون. لكن اذا انتو اوريدي عندكم اسم الكود اللي ممكن يفيدكم زين، فممكن انو تكتبوه هنا. انا هذا الشيء كلش ساعدني حتى اشتغل الكود مالتي، لانه عبارة عن بروتوكولات، قمت استخدم عدة بروتوكولات، كل من كل بروتوكول اخذ فكرة واشتغل لما سويت البروتوكول الخاص بي، وهكذا عن طريق هذا search for add-ons. يعني انت تكتب اسماء البروتوكولات هاي for example، هذا منه يعني راح يخليكم كلش تفهمون معنى add-ons. وهي هاي يعني برنامج الماتلاب اكيد انتو اخذتوه بالاول، فاكيد عندكم background عليه، وممكن اكو احد من الطلاب عنده motivation انه يدرس بيه اكثر، يعني يستفاد من عنده اكثر، حبه اكثر، فممكن انه يستفاد من هذه الخاصية اللي موجودة هنا، خاصية كلش رائعة في برنامج الماتلاب. هذه الخاصية طريقة شرحها، طريقة شرحي على هذا السلايد كلش راح توصل لكم فكرة الاد اون شنو معناها زين. اوكي اذا هي شنو component that allow your computer to receive real world information from sensors. اذا هو هذه الكومبوننتس اللي هي كهاردوير كانت ام سوفتوير راح تقبل كل الانفورميشن او المعلومات اللي تجيني من الريل انفايرمنت، من الحياة المحيطة او البيئة المحيطة. اوكي والاجزاء الرئيسية هي السنسر، الدي اي كيو بورد والكمبيوتر. دي اي كيو بورد او بوردز هي يعني ممكن انه يحتاجون بورد واحد، ممكن انه يسوون اكستنشن يربطون اكثر من بورد مع بعضهم. هذا السيستم راح يصير عندي داتا اكوزيشن سيستم. اذا على هذا المخطط راح ااكد لكم انه احنا راح نشتغل بهذه المرحله اللي هي مرحله الكمبيوتر زين. هسه راح ندخل بمعلومات انتم اوريدي مره عليكم سابقا واكيد كلكم تعرفوها، لكن ضروري انه احنا ندخل بيها مره ثانيه، ويعني نمشي من يعني خلال هذه المعلومات حتى نقدر نوصل لجوهر العملية اللي تحدث داخل الكمبيوتر حتى نحفظ هذه الديجيت فاليوز اللي ظهرت لنا بعد التحويل. What is a computer؟ كنا عرفنا انه الكمبيوتر هو عبارة عن software و hardware، وهواية حكينا عن تفاصيل البروسيسر او المايكرو بروسيسر، التفاصيل اللي تكون بداخله زين. في حالة كانت الصورة واضحة هنا حيكون control unit، processor، data bus، arithmetic logic unit، registers، common bus اللي هو الادرس، الداتا والكنترول، الانبوت يونتس، الاوتبوت يونتس، الميموري اللي هي ممكن تكون بروجرام ستورج او داتا ستورج. هذه التفاصيل كلها مرت عليكم يعني على ما اعتقد بالكمبيوتر فاندمنتال، وايضا وياي بالماده مال الكورس الاول اللي هو المايكرو بروسيسور. من كنا نتكلم عن عمل المايكرو بروسيسور وارتباطه بباقي الأجزاء داخل بنية الكمبيوتر زين. الكنترول يونت طبعا الانبوت يونت هو اللي راح يدخل لي الداتا او الانستراكشنز الاوامر عن طريق الكومون باس، وين راح توصل الاوامر هذه الى البروسيسور. البروسيسور راح يكون عبارة عن جزئين، الجزء اللي يسوي كل الحسابات ويشتغل كل الاوبريشنز اللي هو راح يكون ب يعني كل المسؤولية راح تكون عليه، وأيضا الكنترول يونت راح يحاول يسيطر ويسوي تزامن ما بين العمليات اللي دا تحدث داخل الداتابات والأرثماتيك لوجيك يونت والريجسترز، ومع يعني إنتاج هذه العمليات ومنتوجهن وين حيروح بالميموري وينخزن أو يطلع أيضا كنتائج أوتبوتس. فالكنترول يونت ايش راح يسوي؟ حيكون هو المتحكم والمسيطر حتى ينظم كل العمليات اللي جايه من جميع الاطراف، من الاوبريشنز اللي داخل البروسيسور، من الباصص اللي جايه من الاوت اللي رايحه للاوتبوت، اللي جايه من الانبوت، اللي رايحه وراده من الميموري، وهكذا.
طبعا الـ component of computer system الأساسية اللي هو الـ CPU Central Processing Unit، الـ program اللي هو الـ software، random access memory، الـ mass storage system، الـ display اللي هو الـ monitor، يعني for example الـ user input devices مثل الـ keyboard، mouse، الـ printers and plotters اللي هي الطابعات والأجهزة الرسم. زين، راح ندخل بتفاصيلهن. كنا نعرف انه السي بي يو هو شي يسوي، هو راح يتحكم بكل عمليات الكمبيوتر باستخدام الارثماتيك اوبريشنز. اوكي، ايضا العمليات السي بي يو هي تعتمد بالاصل على الاوامر اللي تيجيها من اليوزر، اليوزر اللي يكون متوفر لبرنامج معين حتى يقدر عن طريقه ينطي الاوامر للسي بي يو. ايضا السي بي يو هو يتبع الأوامر اللي تيجي للأوبريتنج سيستم نفسه. ليش؟ إحنا كنا خالين قاعدة ببالنا إنه أنواع البرامج تيجي على نوعين، عندي نوعين من البرامج، برامج تكون خدمة لليوزر يعني تخدم اليوزر فقط، وأكو برامج تخدم الأوبريتنج سيستم، فأكو نوعين من البرامج. السي بي يو راح يخدم هذول النوعين من البرامج، فإذا اجت أوامر من برامج تخدم الأوبريتنج سيستم راح ينفذها، وإذا اجت أوامر من برامج تخدم اليوزر راح ينفذها. أوكي، طبعا البروغرام أو السوفتوير هي يعني البرامج هي اللي راح توفر لي الأوامر اللي تخلي الكمبيوتر إنه ينطي يعني أوامر للسي بي يو ويشتغل السي بي يو وينطيني النتائج وهكذا. ممكن هذه البرامج تكون عبارة عن كود أنت تكتبه كاملة، أو ممكن تكون عبارة عن software already موجود، يعني برنامج كامل موجود من شركة معينة مثل الوورد والماتلاب وغيرها. زين، الداتا اكوزيشن فيلد بمجال هذه المادة مالتنا اللي هي الداتا اكوزيشن سيستم، بهذا السيستم الكمبيوتر راح يتعامل مع نوعين من البرامج، كومبينيشن، حيكون عنده مزيج من البرامج اللي هي تكون جزء منها معتمد على كود والجزء الاخر معتمد على كوميرشال سوفتوير. اوكي، ننتقل على الراندوم اكسس ميموري. الراندوم اكسس ميموري اللي هو بكل بساطة الذاكرة المؤقتة، الذاكرة المؤقتة اللي كنا دائما نتكلم عنها ونقول هي اقرب ما يمكن على السي بي يو، وكنا نسأل ليش تكون اقرب ما يمكن على السي بي يو، كان هذا السؤال بالمايكرو بروسيسور. ليش؟ على مود انه شي يصير عندي، على مود العمليات تكون اسرع، وعلى مود تنظيم العمليات اللي دا تدخل على السي بي يو وتطلع من السي بي يو ايضا تكون اسرع وبدون أي لوز وبدون أي خسارة وبدون أي خربطة بالشغل. ليش؟ لأنه اللي دا يدخل على الرام عن طريق شنو؟ الأوامر اللي دا تدخل عفوا على السي بي يو عن طريق الرام. الرام شدا يسوي؟ دا نعتبره مثل الانستركشن كيو. الانستركشن كيو اللي هو طابور الأوامر اللي انتو هم already أخذتو، هذا طابور الأوامر شي يسوي؟ يخزن الأوامر بالتتابع، يظل يسوي نقاشات ما بينه وما بين السي بي يو، ها كملت ادز لك الامر اللي بعده، السي بي يو ينطي اشاره انه يلا تمام دز لي الورا وهاك النتيجه وهكذا، يظلون هم بشغل مستمر. طبعا هذا الشيء يعني كميه الانستركشنز اللي تيجي باجزاء من الثانيه كلش كبيره، خصوصا هسه احنا بهذا زمننا دا نشغل يوتيوب ونشغل موسيقى سماعات زين ونشتغل على الوورد وفاتحين مثلا برنامج برمجة معين، وكلهن هذه بنفس الوقت احنا دا نشتغلها، فهذه كلها اوامر وين؟ وضغط على السي بي يو. منو اللي راح يرتب هذه الاوامر وهذه الانستركشن وينظم عملها؟ اللي هو الرام. لهذا في حال صار اي شوك، اي قطع للكهرباء للكمبيوتر، فالرام فهذه الانستركشن كلها راح تروح من الرام. ليش؟ لانه احنا قلنا هذا عبارة عن ذاكرة مؤقتة، اوكي، وليس دائمية. الذاكرة الدائمية اللي هي ننطيها يعني نطلق عليها الROM اللي هو read only memory،
هذه تكون دائمية عكس الرام. لكن أيضا من الصعب أنه اليوزر يحاول يغير بالإنفورميشن اللي مخزونة بالرام، لأنه هذه الإنفورميشن حتكون متخصصة بالسيستم نفسه، بسيستم الكمبيوتر نفسه. الماستر ستورج ديفايس هذه اللي هي أجهزة حتى نخزن بيها المعلومات مالتنا، مثل شنو؟ مثل اللي هو الهارد درايف، الديسك درايف عفوا. الماستر ستورج ديفايس ار يوز تو ستور لارج فوليومز اوف انفورميشن ان ا بيرمننت اور سيمي بيرمننت فورم، على حسب احنا احتياجنا. ممكن انه نخزنها لوقت دائمي، ممكن انه بعدين ما نخليها دائمية، نستخدمها ونحذفها يعني على راحتنا. اللي هو الديسك درايف اللي هو شغل السي دي. اوكي، قبل لا يظهر السي دي ظهر عندنا الديسك درايف. طبعا هنا بدي اشرح لكم شلون هو الماتيريال مالته، المواد مالته، مواد الصنع مالته. اللي معلومات راح تنخزن على روتيتنج ديسك كوتد ومغطى with الماجنتيك ماتيريال. اوكي، وراح يظل يفتر داخل الكمبيوتر. حتى شي يسوي؟ حتى يسوي عمليات الريد والرايت، وكلكم تعرفون شنو معناها. يعني معناها ريد معناها اني اقرا معلومات اني مسيفتها من قبل بهذا الديسك، اوكي، او رايت انه اني اكتب اسيف عليها معلومات. اما بالنسبه لعمليه الديسبلاي فهي اظهار اي نتائج عن طريق فور اكزامبل المونيتور. أني أنتظر أدوس دبل كليك على صورة أنتظرها تظهر لي. شلون راح تظهر لي؟ عن طريق استخدام المونيتور. أوكي، فهو نعتبره أيضا المونيتور كأوتبوت ديفايسز. زين، أوتبوت ديفايسز طبعا المونيتور هذا أول ما بدأوا يصنعون ماتيريال مالته كانت عبارة عن الكاثود راي تيوب اللي هي CRT، وحاليا هم كله دا يعتمدون على الإيس LCD. وايضا ده يتطور غير ال LCD، ايضا اكو انواع. ال display shows the user limit amount of information and is also used to promote the user for required input or actions. اذا هو شنو؟ يا اما يطلع لي نتائج، يظهر لي النتائج، او ان هو ينطيني مسجات بمثلا متابعه الاوامر او غيرها. User input devices. الـ input devices احنا مثل ما قلنا الـ display احنا نعتبره المونيتور عفوا نعتبره كـ output devices، يخرج لي او يظهر لي المخرجات او النتائج. بالنسبة للـ input devices لا، هذا راح يدخل لي الـ data الى الكمبيوتر عن طريق ممكن keyboard، عن طريق mouse. هذه كلهن اني راح استخدمهن حتى شنو؟ حتى انطي معلومات للكمبيوتر وانطي instruction. الجانب الآخر بالكمبيوتر هو شلون أني تبين عندي هاي الداتا وهاي الانستركشن تتحول إلى نمبرز بالكمبيوترز، لأن كلكم تعرفون الهاي ليفل لانجويج واللو ليفل لانجويج والماشين لانجويج. إحنا نتعامل مع الماشين بالباينري 0-1. زين، فراح تتحول عندي هذه الداتا أو هذه الانستركشن إلى 0-1. هذه الـ smallest unit in digital signal اللي هي البت. طبعاً الزيرو والوان هذا دائماً الوان يعبر لي عن الأون والزيرو يعبر لي عن الأوف. والبتس هذه ممكن أنه تتحول إلى larger unit وتصير bytes. والبايت هي تتقسم إلى 8 بتس، يعني تتحمل أنه تنقل عدد معلومات 256 مزيج من المعلومات. وكلنا مارين على اللي هو الـ Least Significant Bit والـ Most Significant Bit. زين، طبعا هذا السلايد هو مدخل لعالم اللوجيك ديزاين اللي انتو already أخذتوه كمادة كاملة متكاملة لمدة سنة كاملة بمرحلة الأولى، فما راح ندخل بهذا الموضوع، فقط انه احنا يعني ناخذ علم به حتى ننتقل على أهم شيء اللي هو الداتابيس. شلون أني أسوي داتابيس داخل الكمبيوتر مالتي؟ موضوع الداتابيس هو موضوع جدا عملاق، ما يعني ما يرهم إنه هو ينشرح بشكل متكامل بمحاضرة واحدة، أوكي؟ ولا إحنا يعني مطلوب من عندنا بهذه المادة إنه ناخذ
تفاصيل كاملة وكبيرة عن الداتابيس، لكن ضروري انه انتم يكون عندكم علم عليها زين، وبعض الاختصاصات اصلا ياخذوها كمادة كاملة يدرسوها. فالداتابيس فشي جدا مهم، كلنا سولفنا عنه في المحاضرات اللي بالبداية كانت اللي هي محاضرات الانترودكشن، وكنا عرفنا انه الداتابيس هي قاعدة بيانات. هذه قاعدة البيانات ايش راح تسوي لي؟ حتنظم لي البيانات اللي موجودة عندي، تنظم لي اياها، تحفظ لي اياها، تأرشف لي اياها، اوكي؟ خصوصا لما تكون عندي اني مجموعة كبيرة من المعلومات والبيانات اللي ما ممكن السيطرة عليها الا اذا اني عندي نظام مرتب اقدر اخزن بيه وارتب بيه واخلي بيه سيكيورتي معين يحفظ هاي البيانات من السرقة، لانه اكيد اكو بيانات شخصية لعدد من الافراد. فمثلا اني هذا الداتابيس ممكن يفيدني انه اني اسوي لي جامعة داتابيس للاساتذة والموظفين و الطلاب هذه الجامعة، مثلا أسوي لي موظفين شركة معينة وغيرها وغيرها من الأمور. إحنا حياتنا كلها مترتبة، أنظمة حياتنا كلها مترتبة على داتابيس. حتى أنا أروح أحجز رحلة معينة، موظفة الطيران حتى تحجز لي أكو قدامها داتابيس حتى تشوف لك يعني الرحلات اللي رايحة، اللي طالعة من العراق واللي جاية للعراق، والساعات، نوع الطيارة شنو، الطيارة من يا مطار راح تطلع، من أي دولة راح تطلع، وهكذا الساعات وغيرها. هذه كلها ايش تحتاج إلى داتابيس. إذا لهذا هنا مبين عندكم هواية examples من الداتابيس وكلها واضحة، تليفون بوك، تي في جايد، إيرلاين اللي حكينا عنها تونا وغيرها من الأمور. زين، احنا ليش نحتاج لهذه الداتابيس؟ حتى دائما نسجل كل المعلومات اللي تخص الكلاينتس، تخص الستاف، تخص الفولنتيرز، كلهم ذولا يحتاج انه اني اسجل كل معلوماتهم، اسجل كل الاكتيفيتيز مالتهم، اسجل مسؤولياتهم وواجباتهم، كل شيء اقدر اسجل بهذا الداتابيس. هذا الشيء راح يجرنا الى مصطلح اكبر داخل الداتابيس سيستم اللي هو داتابيس مانجمنت سيستم. هو سوفت وير سيستم ديزاين تو، يعني شنو معناها؟ راح يساعدني هذا السيستم على انه اني شو اسوي، اسيطر على المعلومات مالتي عن طريق خزنها وتغيير اماكنها، ارشفتها، وسهوله التعامل مع هذه البيانات. من ضمن السيستمز او السوفتوير سيستمز، يعني فور اكزامبل الداتابيس مانجمنت سيستم، عندنا انواع مثل الاكسس سوفتوير، الفايل ميكر سوفتوير، لوتس نوتس، اوراكل، اس كيو ال سيرفر، وغيرها من السوفتويرز اللي ممكن تنفع بموضوع الداتابيس. ايضا هي هذه البرامج تكون عدها القدرة انه توفر لك عدة ادوات، مثل انه انت تضيف معلومات، تعدل من هذه المعلومات، تحذف هذه المعلومات من الداتابيس. ايضا تقدر انه انت تسأل سؤال، مثلا اني داتابيس بيها فد مليون شخص، اوكي، هو ومعلوماته وغيرها. هذا المليون شخص يجوز اني مخليتهم مرقمتهم، يعني على الرقم مالتهم اني القيهم، او ممكن اني على الاسم اكتب الاسم بالسيرج راسا يطلع لي كل المعلومات اللي عليه وغيرها من الامور. داتابيس سيستم ابلكيشن مثل ما قلنا سابقا انه هي يعني contains information about a particular enterprise، راح تكون الداتابيس هذه او الداتابيس مانجمنت سيستم راح يكون عنده معلومات متكامله على مشروع معين، راح يجمع بيها كل الـ interrelated data. يعني شنو؟ يعني البيانات المترابطة مع بعضها، راح يجمع كل البيانات اللي تخص هذا المشروع. أيضا راح set of programs to access the data، راح يحضر مجموعة من البرامج حتى هو يدخل إلى هذه data، مجموعة من الكود، مجموعة من software. أيضا راح يوفر بيئة
موثوقة وكفوءة لهذه البيانات، مثل ما قلنا أنه تكون كفوءة أنه تشتغل سيف تحفظ، ما يصير بها أي عطل فجائي، داتابيس ما تنسد على غفلة والبيانات كلها تضيع، هذه الداتابيس أمنها عالي موثوقة، يعني أنا أثق بها أنه أخلي بها كل المعلومات الشخصية لأفراد، يعني عدد من الأفراد كبير، عدد كبير، أوكي؟ فهي confident موثوقة أنه أنا أخلي بها هذه المعلومات لأنه السكيورتي عليها عالي. من ضمنها مثل البانكينج، المصارف، الإيرلاينز، طبعاً جد ما البانكينج مهم، يعني هي فلوس العالم موجودة بالبانكينج، لكن الإيرلاينز أيضاً بأهميتها أو يجوز حتى أكثر. ليش؟ لأنه الإيرلاينز حياة بشر بيها، فهي تتنظم بيها الرحلات، وأبراج الأبراج اللي موجودة بكل مطار تشتغل على أساس هذا الداتابيس على هذه الأوقات لمثلاً هبوط طائرة أو إقلاع طائرة وغيرها من الأمور. زين، وهواية من الأبليكيشنز اللي موجودة ومذكورة. لهذا وظيفة الداتابيس مانجمنت شو تسوي؟ إنه هي تحول الداتا إلى إنفورميشن. كلكم عرفتوا من أول محاضرة شنو الفرق ما بين الداتا والإنفورميشن، وتحويل هذه المعلومات القيمة إلى نوليدج، إنه أنا أستفاد من عندها وتصير عندي معرفة بيها. بعد ما تصير عندي معرفة بيها راح أتصرف على أساس هذه المعرفة. أكو عدة أنواع من الداتا. هذه الداتا مودل أو الداتا ستراكشر ممكن تكون attribute types، ممكن تكون entity types، ممكن تكون relationship types. الattribute types اللي هي الأصناف اللي هي هنا مثل ما تشوفوها، ممكن تكون تتكلم عن السعر، ممكن تتكلم عن الوقت، الزمن، airline، أوكي، الفلايت، يعني رقم الرحلة وغيرها من الأمور. هذه اللي هي الأنواع أو الأصناف. الانتيتي تايب اللي هي شنية؟ نوع الإدخالات، نوع، يعني هو هذا الداتابيس يتحدث عن شنو؟ يتحدث لإيربورت، يتحدث عن بانك، يتحدث عن شنو؟ عن يعني شنو الشغل اللي أنا راح أستخدم الداتابيس بي، أوكي؟ وآخر شيء اللي هو relationship types، لما عندي داتابيس متعلقة بداتابيس أخرى، أوكي؟ يعني مثلا اللي هو الـ Department Airport، يعني من تكون عندي آني مثلا هنا إذا تشوفون الفلايت رقم الطائرة أو رقم الرحلة، عفوا رقم الرحلة، الإيرلاين منين راح تطلع هاي الرحلة، من يا شركة طيران، أوكي، يا يوم، أوكي، وش قد شنو، وش قد السعر. هذه الجداول تظهر إلمن لموظفة الطيران اللي تحجز لكم، تظهر هذه بالداتابيس. أيضا راح ترجع تشوف داتابيس أخرى، راح تشوف أكو فلايت، هذه عدد الفلايت والإيربورت كود، من يا إيربورت راح تظهر. هنا عرفنا من شركة الطيران يا هي، بس منا راح نعرف من يا إيربورت راح تطلع، لأنه بكل دولة أكو أكثر من إيربورت، مو بالضرورة إيربورت واحد. كل ايربورت منطي فد كود معين ما يكتبوا باسمائهم، كودات للاختصار، اوكي، وحتى لا يصير اي تطابق او تشابه ما بين اكثر من مطار باكثر من دوله وهكذا. زين، لهنا احنا عرفنا فكره يعني زينه او بسيطه عن الداتابيس، عن الكمبيوتر. لهنا هي راح تكون نهايه المحاضره العاشرة بهذا الكورس، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله طلاب. شكرا جزيلا.